ينضم معنا من بغداد السيد عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أستاذ عمر، بداية مرحبا بكم. ينامي تطالب بفتح تحقيق شامل في جريمة مقتل الناشطة المدنية سعاد العلي. بداية، كيف تقرأ ظروف وحيثيات اغتيال الناشطة سعاد العلي؟ مرحبا بك. بداية، يدين المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب هذا الهجوم الهمجي على الناشطين والمدافعين عن حقوقهم والمتضامنين مع الثوار في جنوب العراق. وحقيقة الأمر حذرنا الحكومة من مغبة استهداف المدنيين والناشطين، ونبهنا المجتمع الدولي بأن الحكومة ستقوم بأعمال تصعيدية واستهداف مباشر للمدنيين، وهذا ما أكدت تصريحات قادة الميليشيات في المحافظة بأنهم سيقومون بتصفية من يعارض سياستهم. ولجأت الحكومة والميليشيات كعادتها إلى استخدام القوة والقوة المفرطة في التعامل مع المدنيين في الاحتجاجات السلمية في محافظة البسطة وغيرها من المحافظات التي شهدت تصعيدا ضد سياسة الحكومة والميليشيات في ظل انعدام الخدمات وانعدام البنى التحتية، وكل هذا بسبب الفساد المتفشي في الحكومة الحالية. حقيقة تأتي هذه الحملة الاغتيالات والتصفيات من قبل الحكومة وميليشياتها فضلا عن المداهمات والاعتقالات اليومية المستمرة ضد المدنيين في محافظة البسطة والضيخار وغيرها من المحافظات. هذه الحكومة هي تنتهك بشكل واضح وصارخ للاتفاقيات الدولية والشرع الدولية في المحافظة على المدنيين وانتهاك الحريات واستهداف الناشطين بصورة مباشرة الذين يطالبون بإنهاء أزمة البلاد وتخليص البعثة الأمم المتحدة في العراق ينامي طالبت السلطات في البصرة بفتح تحقيق شامل بمقتل الناشطين، يعني ما مدى أهمية فتح تحقيق بمقتل السيدة الراحلة سعاد العلي في ظروف انتقادات موجهة للحكومة بعدم القبض على الفاعلين والتواطؤ لإخفاء آثار الجريمة؟ في ظل كل هذه الظروف، ما فائدة هذه المطالبة بفتح تحقيق؟ ما الذي سيقدمه هذا التحقيق؟ نعم، هذا المطالب مهم جدا. إذا ما صادق منظمة الجمهورات وغيرها من المنظمات الدولية بأن تكون هناك لجنة دولية حقيقية مستقلة لها أدواتها وآلياتها التي يدعمها المجتمع الدولي للكشف عن هذه الجرائم التي ترتكب يوميا في محافظة البسطة وفي بقية المحافظات العراقية. وإذا ما أصرت هذه المنظمة على فتح التحقيق واستجاب المجتمع الدولي فإن هذا الملف سيفتح ملفات عديدة، وبطبيعة الحال لا ترغب السياسة الأمريكية في هذه الفترة بالذات، ولا ترغب بعض الدول الجوار في فتح هذه التحقيق. ونحن برأينا أن هذا الملفات طالبنا به مرارا وتكرارا وطالبت به المنظمات الدولية من ضمنها منظمة هيومن رايتس، وليس غريبا بأن تطالب هذه المنظمات بشكل التحقيق، ولكن أين الضغط المجتمع الدولي وأين المادة التي يعني ممكن من خلالها تقوم الآلية أو اللجان الدولية في التحقيق في هذه الانتهاكات الخطيرة؟ وبشكل أو آخر ندعم نحن منظمات المجتمع المدني في العراق وأيضا منظمات دولية هذه الآلية في تحقيق العدالة وفي تحقيق تقديم المرتكبين الانتهاكات إلى القصاص العادل، حتى تكون هناك يعني نموذج واضح من المجتمع الدولي تجاه العراق في تحقيق العدالة المطلقة. الناشطون اتهموا القوات الحكومية باغتيال أربع نشطاء في البصرة، أربعة نشطاء خلال 10 أيام. إذا كانت الحكومة تقول إنها تعمل من أجل حل مشاكل البصرة، هل هذا يعني أن حل مشاكل البصرة يكون عن طريق اللجوء إلى تصفية المتظاهرين أم ماذا؟ هذا الاستهداف هو مسعى من الحكومة لاحتكار الحقيقة ومنع أي رواية غير رواياتها للأحداث الجارية من الوصول إلى المجتمع الدولي والناس بصورتها الواضحة، في ظل عجز الحكومة من أن مواجهة المدنيين بالطرق السلمية وإصلاح الخلل وحل الأزمات المتوالية التي تستهدف حياة العراقيين البسطاء، في ظل استمرار الحالة الاقتصادية المتردية والبطالة المتزايدة. وحقيقة الحكومة تقوم باستخدام الحجج المتعلقة بالأمن الوطني واستراتيجية مكافحة الإرهاب ومن جانب الدول كمبرر لعرقلة وصول المجتمعات والمجتمع المدني
الى الامم المتحده وفي تحقيق العداله. وهنا نطالب نحن في المركز العراقي في الصراع من الحرب كافه القوى الشعبيه والمدنيه لاستمرار احتجاجاتهم ضد سياسه الحكومه ومحاسبه ومعاقبه مجرميها الذين ينتهكون الحقوق والحريات. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا من بغداد.